بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد حلقة مهمة، حل تدريبات كتاب المدرسة على الوحدة الرابعة في علوم الصف الرابع. وأول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة عندما يتآكل سطح الصخرة بفعل عوامل الطقس، يبقى ده عملية إيه؟ برافو عليك، مادام تآكل بس يبقى عملية مين؟ عملية التجوية، ده التعريف بتاعها. طيب النقطة الثانية، عملية ذوبان المعادن اللي بتكون الصخور ده مثال على ايه؟ مادام المعدن ذاب يبقى حصل تفاعل كيميائي، يبقى ده دليل على مين؟ التجوية الكيميائية. ونكتب كمان فين في النقط؟ التجوية الكيميائية، المثال بتاعها يا مرام ذوبان المعادن. نيجي للنقطة الثالثة، أي مما يلي يشير إلى تجوية كيميائية؟ وهسيبك كده تبص في الأربع إجابات والأربع اختيارات، مين فيهم اللي فيه تجوية كيميائية؟ يعني فيه تفاعل كيميائي. برافو عليك، أهي باينة جدا، اختلاط المياه الجوفية، اختلاط المياه الحمضية مع مين؟ الصخور. لما لها من تأثير على الصخور؟ نيجي للنقطة الرابعة، ما العملية اللي بيحصل فيها تغير مظاهر سطح الأرض ولكن بفعل عوامل الطقس؟ بص في الأربع إجابات، مين الإجابة الصحيحة؟ برافو اللي قال عملية التجوية بيتغير فيها شكل الصخور من بره بفعل عوامل الطقس زي الرياح والمية. طب لو اتفتت الصخور إلى قطع صغيرة بفعل الرياح، يبقى ده يشير إلى عملية تجوية إيه؟ مادام تفتتت بس يبقى من نفس النوع ومن نفس التركيب، يبقى الإجابة إيه؟ الإجابة يا ولاد هتبقى التجوية الميكانيكية. ليه؟ ما حصلش تفاعل كيميائي. كلام جميل. نيجي للنقطة السادسة، جميع الأربع إجابات دليل على عملية الترسيب ما عدا مين؟ تراكم الفتات الصخري ترسيب، تكون كثبان رملية متراكمة ترسيب، تكون الدلتا بفعل الترسيب. مين الإجابة اللي ما عدا تكون الأخدود؟ ليس بفعل مين؟ ليس بفعل الترسيب. نيجي للنقطة اللي بعدها، نصلح مع بعض كلمة الأخدود، يلا نكتبها تاني. ها نقولها تاني، الأربع إجابات مالهم يا ولاد؟ بفعل عملية الترسيب ما عدا مين؟ الأخدود. نيجي للنقطة السابعة، يتكون الصدأ الأحمر في الصخور الرسوبية، ده دليل على أنهي عملية؟ ما دام صدأ أحمر يبقى حصل تفاعل كيميائي، يبقى الإجابة تدل على مين؟ تدل على نوع من أنواع التجوية يطلق عليها التجوية الكيميائية. طيب واحدة كمان، الأودية شديدة الانحدار اللي اتكونت بفعل عملية الإيه؟ تعريت المياه الجارية تسمى إيه؟ بدم وادي وشديد الانحدار يبقى الأخدود. إشمعنى؟ لأن يا هالة الأخدود نوع من أنواع الوديان، يبقى الإجابة الأخاديد. النقطة التاسعة، تكون الكثبان الرملية في الصحراء الغربية بمصر نتيجة لحركة مين؟ بدم كثبان رملية يبقى رمال، يبقى حركتها بفعل مين؟ الرياح يا ولاد. طيب نكمل الورقة التانية مع تدريبات كتاب المدرسة والنقطة العاشرة، عند التقاء مياه الأنهار المتدفقة وهي شايلة معاها الرواسب الطينية والرملية بمية البحر بتتكون تضاريس، التضاريس دي زي مين؟ أقول له الدلتا. إشمعنى؟ لأن الدلتا هي اللي بتيجي من التقاء مية الأنهار مع الرواسب الطينية بمياه البحار. النقطة الـ11، أي من هذه التضاريس شديد الانحدار وتكون بقوة التعرية للمياه الجارية؟ مين الإجابة الصحيحة؟ أقول له الأخاديد لأن قلت شديدة الانحدار. النقطة الـ12، وجود الكثبان الرملية أو الرواسب في مكان ده دليل على إن حصل لها عملية إيه؟ مادام كثبان رملية يبقى حصل انتقال من مكان إلى مكان، يبقى حدث لها عملية إيه؟ التعرية، دليل على الانتقال. نيجي لثلاث صور مهمين،
بيقول لي في الصورة الأولى توصل واحد التعرية بالمياه، أوصلها بمين؟ بص للثلاث صور اللي قدامك، ما دام تعرية يبقى نوصلها بإيه يا جماعة؟ نوصلها بصورة الأخدود، يبقى واحد مع جيم. طب النقطة الثانية الترسيب بالمياه، ما دام ترسب بالمية يبقى دليل على تكوين الدلتا. أما النقطة الثالثة التعرية والترسيب، الاتنين بسبب الرياح يعملوا مين؟ يشكلهم الكثبان الرملية. بكده خلص السؤال الثاني والأخير من تدريبات كتاب المدرسة على الوحدة الرابعة، يا رب تكون بسيطة ومفهومة يا ولاد.